مرحبا، كيفكم؟ معكم محمد أبو قراء، حاب أفيدكم بصفحتي اسمها المعلم. إن رغبت بالاستمرار ومتابعة لصفحتي ويصلكم كل إشي جديد، اعمل لايك ويوصلك كل إشي باستمرار. بالنسبة لبطاقة الوصف الوظيفي لوظيفة فني مختبر العلوم، طبعا فني مختبر العلوم مطلوب منه مهام تقريبا 11 بند. الآن المهام والمسؤوليات راح أعطيك إياها، هذه مطلوبة منك إنك تأديها في أثناء تواجدك في المدرسة. بتعبي هاي المهام حسب بطاقة الوصف الوظيفي وين؟ في صفحة التقرير السنوي في الصفحة الثانية في مرحلة المراجعة الدورية الأولى ومرحلة المراجعة الدورية الثانية. تختصر النقاط هذه كلها عندك من 1 إلى هاي أول 7 نقاط. تقرأوها زميلي وزميلتي، تقرأوها كلمة كلمة كذا وتطبقوها حسب المدرسة اللي أنت فيها، حسب المهام المطلوبة منك، وسوف تكون سهلة لكم إن شاء الله. طبعا هنعملها بالألوان ملفتة بشكل موجز ومختصر حتى تساعدكم. هلا تيجي على تكملة، احنا حكينا من 1 لـ7، نيجي هسه رقم 8، 9، 10، 11. تابعوا هاي النقاط، لا حدا يجادلني ولا حدا يقول ليش ولا حدا يقول للمدير مش شغلي، لا بالعكس انا عم بتساهل معكم، بوصلكم الفكرة المناسبة بشكل صحيح لكم حسب بطاقة الوصف الوظيفي. لا تقول لي أنا مريض، لا تقول لي أنا معي تصلب الويحي، ولا تقول لي هذا مش شغلي، لا بالعكس هذه بطاقة الوصف الوظيفي تحميك وبتحمي المدير وبتحمي المدرسة، بتأدي المهام والمسؤوليات المطلوب منك ويخلف عليك. وأتمنى من الجميع من يرغب بمتابعتي متابعة صفحتي اسمها المعلم، أنا جاهز بزودكم أول بأول كل إشي بحصل عليه لمصلحة المدرسة ولمصلحة المعلم ولفائدة الجميع. أشكر تعاونكم معي واهتمامكم، وأعتذر أني أخذت من وقتكم الثمين. شكراً.